السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديغو. سعيده جدا بلقياكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غادي نشوفوا طريقه تحضير صفه ديال الشعريه بالحليب وجوز الهند بطريقه مختلفه، ولكن دائما بطريقه تقليديه. فصفه اللي ساهله بزاف وناجحه 100% باذن الله، وفي نفس الوقت راقيه وبمذاق لذيذ جدا. وغنشوفوا طريقه تحضير دجاجه محمره بالدغميره بحال ديال الاعراس، يعني حتى هي بطريقه تقليديه. فنمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا لصفه ديال الشعريه على حساب عدد الافراد اللي عندنا. انا خديت هنايا نص كيلو ديال الصفه اللي تكون من نوع جيد. انا عاده كنستعمل الاتقان، وهذه ديال الكرم تحت هي مزيانه، ممكن انكم تجربوها. غنضيفوا لها جوج معالق ديال زيت المائده، جوج معالق كبار ديال زيت المائده فقط، فهما كافيين. كنحركوا هاد السفه بين يدينا حتى كتغلف الحبات كلها ديال السفه بالزيت. نحاولوا عليها باش ما يتهرسوش ليها الحبات ديالها، لان الجماليه ديال السفه في الطول ديال الشعريه، يعني كل ما كانت هذيك الشعريه طويله كتجي زوينه في طبق التقديم. بعد ما كتغلف الحبات كلها بالزيت كنوضعوها في كسكاس، وكنكونوا موجدين برمه اللي فيها ماء غليان، كنديروا معاه عويدات ديال القرفه باش كيعطينا واحد النسمه زوينه في هاد السفه. وغادي نحطوا الكسكاس ديالنا فوق البرمه باش يفور لمدة 20 دقيقة. كنغطيو الكسكاس بمنديل باش ما ينزلش الماء ديال الغطاء فوق من الشعرية وتعجل لينا، وعاد كنغطيو على الكسكاس. بعد ما كيطلع البخار كنقابلوها حتى كيطلع البخار، كنحسبو 20 دقيقة، يعني كتفور هاد السفة مزيان. من بعد غادي نرجعوها للقصرية. في هاد المرحلة ما غنديرو والو، فقط اننا غادي نحلوها، ما غنضيفو لا ما لا حتى شي حاجه، فقط كنحلو هاد السفه ديالنا. كنحلوها مزيان ونرجعوها للكسكاس تفور بنفس الطريقه لمده 20 دقيقه واحده اخرى، وغتكون هذه هي الفوره الثانيه. دائما نغطيو الكسكاس ديالنا بمنديل وكنخليوها تفور. من بعد غنوجدو 4 الكيسان ديال العنبه ديال الماء بارد. بعد ما كتفور كنهزو الكسكاس كنحطوه فوق واحد الاناء اللي غيتقطر فيه، وكنكبوه فوق من السفه مباشره هاد الماء، ما ديال روبيني يعني ما عادي. كنقطروها مزيان وغادي نرجعوها للقصريه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كاس العنبه، فالسعه ديالو 170 ملل. كنحلو هاد السفه مزيان، وهنا الا بقى فيها شويه ديال الماء، وضروري كيبقى واحد شويه ديال الماء، فكنخليوها حتى كتشرب مزيان. دائما السفه كنديروها تفور وهي ناشفه، ما يكونش فيها الماء. غادي نرجعوها للكسكاس ديال دابا الفوره الثالثه بنفس الطريقه لمده 20 دقيقه. هنا بعد ما فارت مزيان غادي نصبو فوق منها كاس ونص ديال العنبه ديال الماء عادي. هذا الكاس الاول، كنديروا الماء بشويه بشويه وحنا كنحلوها، وكنضيفوا نص كاس ثاني صافي. وإلا كان بانوا لكم انها دارت كويرات، فغتصبوا على هذوك الكويرات مباشره الماء اللي ما ديال الروبيني ما يكونش سخون، فهما كيتحلوا. هانتوما الصفه راه زوينه وهاد الطريقه ناجحه
فانا كنصحكم بالاتقان او الكرم، هادو هما اللي جربت. ممكن يكونوا انواع اخرى اللي حتى هما مزيانه، ممكن تخليوها في التعاليق باش كلشي يستافد. وهنا كنخليو السفه حتى كتشرب مزيان كيما كتشوفوا كتنشف، كنرجعوها تفور. هي دغيا راه كتشرب ما كتعطلش، كنرجعوها تفور هاد المره الفوره الرابعه. دائما مده 20 دقيقه. من بعد غادي ناخدو جوج كيسان ديال العنبه ديال الحليب اللي غادي ندفيوهم، ماشي نغليوهم فقط كيدفاو. وغادي نحتاجو ايضا جوج ساشيات ديال الفاني، وإلا كان عندكم الفاني السائل حتى هو ممكن اننا نستعملوه. وغادي نحتاجو ايضا 3 معالق كبار ديال جوز الهند او الكوك، اختياري اللي بغى يديرو، فكيعطيها واحد المذاق زوين وما كيجيش باين بزاف، فقليل الناس اللي كيكتشفوه وكيلاحظوا الوجود ديالو في الصفه. وغنحتاجو 2 معالق كبار ديال الزبده اللي تكون من نوع جيد. انا خديت هنايا الزبده ديال الجوده، يعني زبده من اصل حيواني. بعد ما كيدفى الحليب غنضيفو ليه الفاني ونخلطو بمعلقه حتى كيدوب. كتفور الصفه ديالنا مزيان لمده 20 دقيقه. كنرجعوها للقصريه وغنضيفوا ليها شويه ديال الملحه، ممكن تضيفوا الملحه حتى في الفوره اللي قبل ماشي مشكل. وهنا ما الملحه تكون بالقياس، يعني ما تكونش ناقصه باش ما تجيكمش الصفه باسله، وما تكونش طبعا زايده على القياس. كنصبوا فوق منها الحليب اللي وجدنا وكنحركوها كما كتشوفوا باش كتشرب. من بعد غنضيفو الزبده وهي مازال السفه تكون مازال دافيه باش كتذوب لينا فيها الزبده. وغتبداو تلاحظوا ان كل ما بقات كل ما كتشرب هانتوما، كل ما حركناها هنا. انا غنضيف الزبده، كنقطعوها طريفات. وبالنسبه للزبده ممكن تضيفوا حتى 50 غرام في نص كيلو ديال السفه. صافي، وكنبداو ندخلو فيها الزبده كلها. ومن بعد غنضيفو جوز الهند او الكوك لاختياري، الا بغيتو تضيفوه غير جربوه راه كيجي زوين وما كيجيش باين بزاف المذاق ديالو، يعني قليل الناس اللي كيكتشفوه كيعرفوا انه جوز الهند كيبان واحد المذاق مختلف وما كيعرفوهش شنو هو. كنضيفو الكوك وكنخلطوها مزيان. صافي، وهنا بقات لينا غير فوره واحده غنخليوها حتى نغطيو هاد السفه ديالنا ونخليوها حتى نقربو نقدموها ونديرو الفوره الاخيره. نتوما الطريقه راه ناجحه. هنا انا مازال ما حيدتش منها يديا فشربات كما كتشوفوا. صافي، كنخليوها حتى كنبغيو نقدموها وغنديروها في الكسكاس من بعد بنفس الطريقه، وغنحطوها فوق البرمه باش تفور. هنا المده كتبقى على حساب السفه، يعني غدوقوها الى لقيتوها انها رطبه وبانت لكم طيبه مزيان صافي غادي تقدموها. بانت لكم قاصحه غادي نخليوها حتى كطيب مزيان. ضروري السفه تكون رطبه ملي ناكلوها تكون رطبه. هنا بعد ما فارت الفوره الاخيره كنوضعوها في القصريه ونحلوها. صافي، وممكن نوضعوها في صحن تقديم بالطريقه التقليديه، او ممكن ناخذ قالب بالشكل اللي بغيتو، دائري او مربع، قالب ديال السيليكون. انا استعملت هذا اللي كتكون فيه الحفره في الوسط.
وممكن نستعملوا حتى قالب معدني نغلفوه ببلاستيك غذائي، او نستعملوا هذوك الاطارات اللي كنحضروا بهم حلويات اعياد الميلاد، كيكونوا على شكل قلب او على شكل على اشكال مختلفه. كنحطوا سفه وكنضغطوا عليها بيدينا باش كتاخذ الشكل ديال القالب وكتثبت. صافي، وغناخدو صحن تقديم غنحطوه مقلوب فوق من القالب وغنقلبوها. صافي، ومن بعد انا عندي اللوز اللي سلقته قشرته، ماشي سلقته، غير كبيت عليه ماء غليان خليته واحد شويه، من بعد قشرته وقليته في الزيت، ممكن ندخلوه حتى الفران الا بغيتو، وكنهرمشوه كما كتشوفوا هذا غنزينوا به. وخديت ايضا مشماش معسل كنعسلو بالبرتقال، ان شاء الله ندير معكم الطريقه. وغادي نحطو نص قرقعه فوق حبه ديال المشمش معسله وكنزينوا بهم كما كتشوفوا. ومن بعد غندير اللوز مهرمش بين هاد الحبات، ممكن تزينوا حتى بسكر غلاسي، انا غنقدمه في طبيصلات لان ماشي كلشي تيبغيه، وايضا ممكن تزينوا حتى بالقرفه مطحونه. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق الاول اللي هو سفه ديال الشعريه. وغنمشيو نشوفوا دابا طريقه تحضير دجاجه محمره بطريقه الاعراس. انا خديت هنايا دجاجه من وزن 2.5 كيلو، بطبيعه الحال كنغسلوها مزيان وكننظفوها من الشحمه واي شوائب اللي فيها، كنديروا ليها الحامض الملحه والسكينجبير، يعني عمليه تنظيف مهمه جدا في نجاح الوصفه. وخديت هنايا 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي ممكن ندقوهم مع شويه ديال الملحه، انا حكيتهم في الحكاكه. وغادي نحتاجوا شويه ديال البزار، ما كنكثرش انا البزار، يعني تقريبا واحد 4 معلقه صغيره. هاد المعلقه ماشي ديال القهوه، هي كبر شويه من ديال القهوه ولكن راه معلقه صغيره. غنحتاجوا معلقه عامره مزيان ديال الخرقوم بلدي، ما غنديرش الملون، فقط الخرقوم بلدي والزعفران شعره. وغادي نحتاجوا معلقه ديال سكينجبير عامره مزيان، دائما مع بنفس المعلقه الدجاج تيبغي سكينجبير. وغادي نخلطوا هاد العطريه بشويه ديال الماء، وغندهنوا هاد الدجاجه ديالنا. انا ما درتش الحامض مصير في هاد المرحله لاني غنخلي الدجاجه تبات في هاد الترقيده او هاد التتبيله. ممكن الا ما كانش عندكم الوقت فكديروا التوابل وتخليوها واحد نص ساعه او ساعه وطيبوها مباشره. فهنا كندخلوا العطريه مزيان في هاد الفخيضات ديال الدجاجه، كندخلوا ما بين الجلده واللحم، نديروا الجهه الثانيه، وكندهنوها كلها مزيان من الداخل ومن برا. وخديت هنايا هاد الفرشيط وغادي نتكها من جهة الصدر باش كتدخل فيها العطرية مزيان، وكنديروا العطرية في هادوك تقيبات كنحاولوا ندخلوهم. وبالنسبة للجنيوحات والعنيق والقنصة فكنخليوهم حتى هما في هاد التوابل اللي بقاو في الأسفل، وكنغطيو عليها الكبدة كنسلقوها كنطلعو فيها الغلية مع طريف ديال الحامض، وكنقطعوها طريفات كنديروها في الاخير مع الضغميره لانها ما كتهزش الطياب بزاف. وبالنسبه لهاد الرجيلات كنجمعوهم هنايا، وملي كنبغيو نطيبوها كنربطوهم بخيط غذائي او بهذيك الشركه اللي كتكون في القزبر ومعدنوس. انا غطيتها وخليتها في الثلاجه ليله كامله، من بعد ناخذ كميه ديال البصله حسب الرغبه. انا خديت هنايا 12 حبه صغيره ديال البصله لان الضغميره ملي كطيب راها كتقلل، فغديروا البصله حسب الرغبه ديالكم، يعني
كل واحد كاين اللي كيبغي الدغميره تكون كتيره، بزاف ديال الناس كيبغيوها تكون كتيره. وخديت زعفران الشعره اللي ذوبته في الماء، ممكن تسخنوه في مقيله وتحكوه بين يديكم. غنحتاجو نص كاس ديال زيت الزيتون او مخلط ما بين زيت زيتون وزيت عادي، معلقه صغيره ديال السمن، عويات ديال القرفه، وربيطه ديال القزبر ومعدنوس، وايضا حامضه مصيره ما تكونش كبيره بزاف اللي خديت ليها اللب كما كتشوفوا، وشويه من هذاك الماء ديال الحامض مصير اللي تيكون بحال العسل الا كنا موجدينه في الدار. طبعا كان ديال الزنقه بلاش، فنعوضوه بشويه ديال العصير الحامض الطري. بالنسبه للقشره غنخليها للتزيين. هذاك اللب ديال الحامض ممكن تطحنوه الا كانت الكميه كثيره، فانا قطعته غير بسكين. من بعد قطعت البصله في الماكينه او قطعوها غير بيديكم، مهم تقطع رقيقه. وغنعاودو نضيفو شويه ديال البزار، سكينجبير، الخرقوم بلدي، وايضا الملحه لاني ما درتهاش في الاول. الملحه ما تكتروش لان الحامض مصير مالح والسمن مالح. كنخلطوا البصله في هاد التوابل وكنضيفوا العويات ديال القرفه، الزيت، انا درت فقط زيت زيتون، والمعلقه ديال السمن، وايضا اللب ديال الحامض مصير. صافي، وغادي نوضعوا الدجاجه على صدر في الاول لانه هو اللي كيهز الطياب بزاف. وكنوضعوا هذوك الجنيوحات، القلب والقنصه، وغادي نوضعوا الطنجره ديالنا فوق النار، كنخليوها حتى كتغلي. وغنضيفوا الزعفران شعره، وغنضيفوا ايضا شويه ديال الماء اللي غطيب لينا فيه الدجاجه، فكان الكميه ديال الماء تكون واصله للنص ديال الدجاجه. وهنا الحاجه المهمه اننا ما نغطيوش عليها مزيان، يعني كنخليه واحد الفجوه اللي كيخرج منها البخار. بعد ما كتنفخ الدجاجه كناخذوا قطيب خشبي وكنتكوها من الجناب كما كتشوفوا، باش كتخرج هذيك السوائل اللي فيها الداخل. وكنبقاو مره كنحركوا الدجاجه، خصوصا الا كنا كنطيبوا في اينوكس فهو كيلصق، فمره كنحركوها وكنخليوها طيب. بعد ما كنحسوا بها طابت من الصدر كنقلبوها للجهه الثانيه، وكنبقاو مقابلينها كنقلبوها. دائما نقلبوا من جهه الصدر ماشي من جهه الفخاد، كنبقاو نقلبوها للجهه اليمنى والجهه اليسرى حتى كطيب الدجاجه ديالنا مزيان. من بعد هاد الدغميره اللي بقات كنشفوها من الماء، كنخليوها فوق النار وكنبقاو نحركوها بيدينا حتى كتعزل الزيت بوحده والبصله بوحدها، وما نساوش نضيفوا الكبيده اللي قطعناها طريفات. من بعد انا خديت الزبده خلطتها بشويه ديال الفلفل الاحمر حاره، ممكن تخلطوها بالهريسه، وكندهنوا الدجاجه ديالنا باش ندخلوها للفران تحمر. هنايا الدغميره كنبقاو ما نحيدوش منها يدينا باش ما تحرقش لينا. حتى كتنشف مزيان من الماء وكيبان لينا الزيت تعزل على البصله. صافي، كنوضعوا الدجاجه ديالنا في صحن التقديم وكنحطوا الدغميره كما كتشوفوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه الثانيه. كنتمنى ان الوصفات تعجبكم وتجربوها. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.